النهارده مصر بتحتفل برأس السنة المصرية اللي بتتوافق مع بداية السنة القبطية، لأنه التقويم القبطي بيعتمد بشكل أساسي على التقويم المصري القديم اللي بيطلق عليه تقويم النجمي. ده أقدم تقويم عرفته البشرية. المصريين القدماء قدروا أن هم وقتها يبتكروا تقويم في منتهى الدقة وربطوه بالنجوم عشان يستخدموه في حساب عمليات الزراعة. خلونا نشوف التقرير اللي جاي ونفهم أكتر. يحتفل المصريون اليوم برأس السنة المصرية والتي تتوافق مع بداية السنة القبطية، ويعتمد التقويم القبطي بشكل أساسي على التقويم المصري القديم الذي يطلق عليه التقويم النجمي. فمنذ عام 6255 قبل الميلاد أهدى المصري القديم للعالم أقدم تقويم عرفته البشرية، والذي تحتفل به مصر يوم 11 من سبتمبر من كل عام. استطاع كهنة مصر القديمة ابتكار تقويم في منتهى الدقة وربطوه بالنجوم، حيث إنه في الوقت الذي كان فيه حساب الشهور والسنين لغزاً اتخذ المصري القديم السنة النجمية لقياس الزمن. وتعتبر السنة المصرية مؤشراً لقدوم الفيضان، حيث لاحظ القدماء المصريون أن الفيضان ظاهرة سنوية تتكرر بانتظام، وأن نجمة الشعر اليمانية تظهر في الأفق مع شروق الشمس في نفس اليوم الذي يصل فيه الفيضان إلى مدينة منف عاصمة مصر وقتها. وعلى أساس هذا التقويم رتب المصريون العمليات والزراعة بعد احتساب السنة ب365 يوماً وتقسيم السنة إلى 12 شهراً والشهر إلى 30 يوماً مقسم إلى 3 أسابيع، لكل أسبوع 10 أيام، وأيضاً قسموا اليوم إلى ساعات. وبذلك يكون المصريون القدماء هم أصحاب أول وأقدم تقويم عرفه العالم وتم اكتشافه على جدران المعابد في مصر القديمة.